طيب انا معايا مداخله مهمه جدا مع مدير اكاديميات النادي الاهلي وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي واللي عيد ميلاده النهارده، لازم نقول له كل سنه وهو طيب. يا كابتن خالد بيبو، مساء الفل عليك وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الفل يا امير، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وشعب مصر كله بخير الحمد لله. يعني صادف طبعا عيد ميلادي مع يعني حدث تاريخ مصر كلها وانتصار تاريخ مصر كلها. بالظبط. فالحمد لله، يعني بقول الناس كل سنه طيب، وبقول لشعب مصر كل سنه وهم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن بيبو، أنا سعيد جدا بالمداخلة دي، وأنت أحد نجوم النادي الأهلي الكبار اللي قدرت يعني تساهم في عدد كبير جدا من بطولات النادي الأهلي، وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر أفريقي والتألق المبهر في عدد كبير من المباريات، وأهمهم المباراة اللي إحنا شايفين أهدافها، ما أعرفش أنت التلفزيون قدامك ولا لأ، مباراة 6-1 والأربع أهداف التاريخية يعني. لا أنا للأسف طبعا مش شايف التلفزيون، أنا في الطريق. انما يعني مش لازم اشوفهم بعيني، شوفهم بقلبي معاك. لا طبعا الواحد سعيد جدا طبعا ان واحد بيبو الخير يعني بتكرر النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال احتفال بعيد ميلادي. دي حاجه بتسعدني وتشرفني ان انا واحد من منظومه النادي الاهلي، اللي قناه النادي الاهلي او وسائل الاعلام بتاعت النادي الاهلي كلها بتبارك له بعيد ميلاده، وده حاجه كبيره جدا ورساله لكل منظومه النادي الاهلي، ان اي حد من ابناء النادي الاهلي او اي حد تعب جوه النادي الاهلي يفضل جوه لوب الاهلاويه وهو معاهم دايما وفاكرينه، دي حاجه تسعدني الصراحه. كابتن خالد بيبو، انا عارف ان من اللحظات الفارقه جدا في حياتك لحظه انضمامك للنادي الاهلي، وعارف قد ايه انت كنت متمسك انك تنضم للنادي الاهلي. بتمثل لك ايه اللحظات دي، وبيمثل لك ايه كمان جمهور النادي الاهلي؟ لا انت بتتكلم السؤال ده، الواحد يعني بص، مهما تحاول ان انت تلاقي جنب يعني جواك من كلمات، عمرك ما تقدر تخرج الشعور ده او توصفه للناس. يعني هو الشعور ده شعور بيبقى جوه الواحد، ان هو يبقى واحد ان هو انضم للنادي الاهلي، استقبال لعيبه النادي الاهلي، استقبال جمهور النادي الاهلي. دي حاجه ما يعني ما تتوصفش بكلام. ده شعور بيبقى شعور يعني جواك مهما تحاول انت توصفه مش هتعرف. سعيد بيه وسعيد باتجاهي للمنظومه الاهلاويه كلها، سعيد بانضمامي ابو واحد من المنظومه الاهلاويه، سواء لاعب بقى او اداري او جمهور في النادي الاهلي. دي كلها حاجات الواحد يتشرف بيها ويفضل طول عمره فخور بيها، وكفايه ان انت تبقى ماشي في الشارع كل الناس بتقول لك كل سنه طيب بالظبط يا حبيبي الاهلاويه. يعني ما هترد تقول ايه؟ مش ما عنديش حاجه ارد اقولها يعني. اللهم يعني اللهم ربنا يخليكم كل سنه وانتم طيبين. شرف ما بعد شرف ان انت تنتمي للمنظومه الاهلاويه. انت شخصيه جميله كابتن بيبو، ولعيب كنت كبير جدا، وكمان واضح انك اداري مميز جدا، وانت كمان عضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي. واضح كده يا كابتن خالد انكم هتكسبوا الرهان كلجنة تخطيط، خصوصا في ظل ما شاء الله لا قوة الا بالله الاداء المميز جدا لمستر رينيه فايلر ولاعيبه النادي الاهلي على مدار الست مباريات السابقه. اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي من خلال طبعا كل الالعاب واهتمام مجلس الاداره السنه دي. حاجتين صعبين جدا ان انت تشتغل عليهم في وقت واحد، المنظومه الانشائيه، ويمكن انا شاهد عليها بشوف الدنيا ماشيه ازاي جوه النادي، وان انت كمان تطور كل الفرق الرياضيه جوه النادي. والحمد لله عشان نيات كويسه وسليمه ربنا بيكرمك ودايما شايف احنا الحمد لله على مستوى الوسط الرياضي الدنيا ماشيه بشكل كويس، من الفريق الاول وفتره انتعاشه للفريق الاول، وكلنا سعداء باداء النادي والفرقه، وسعداء باداء طبعا المدير الفني وربنا يكرمه ويوفقه. وكمان على مستوى الانشاء جوه النادي، شايف ان في ثوره انشاء جوه النادي. فموضوع ضغط كبير جدا طبعا على مجلس الاداره، وضغط كبير جدا على كل الناس اللي بتشتغل جوه النادي، ان احنا نعمل حاجه كويسه. الجمهور واعضاء النادي الاهلي يستحقوا يعني
احسن حاجه. ان انا كمان بتكلم على لو مستوى الاكاديميات. ما ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك فيه، يعني طمنا على الاكاديميات برضو، وهل الاهداف من هذه الاكاديميات بتتحقق خلال هذه الفتره يا كابتن خالد؟ الحمد لله. كمان انا بقول لك فيه كمان الملعب بتاع مدينه نصر تقريبا اتغير ودخل في موضوع الانشاءات السنه دي، وطورنا المبنى الاداري للاكاديميه واتعمل بشكل رياضي في النادي الاهلي، وطورنا كمان الملعب هناك في مدينه نصر لسه ما خلصش، ان شاء الله هيخلص في الفتره القريبه القادمه. انا بقول لك يعني ربنا يكون في عون يعني بس اداره النادي على الضغط اللي هم فيه، يعني بصراحه يعني موضوع مش سهل ان انت تشتغل على كل المستويات وتشتغل على كل المستويات تبقى نمره واحد، يعني الموضوع مش يعني مفيش حاجه بتتعمل ان هي تتعمل وخلاص، لا بتتعمل ان هي تبقى احسن حاجه واحده في حاجه. فالواحد يعني الفتره الاخيره دي متكلم انا الامور يعني الحمد لله في توفيق من عند ربنا، وربنا مسهلها والدنيا ماشيه، واحنا احنا لازم نعرف نشتغل ما بنعرفش نتكلم. بالظبط كده. الشغل عندنا اهم من الكلام. صح كده. يا كابتن خالد كل سنه وانت طيب، وانا بشكرك شكرا جزيلا، وحابين ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيب على الهواء، ونورتنا من خلال هذه المداخله الهامه جدا. كان معانا طبعا كابتن خالد بيبو نجم نجوم النادي الاهلي السابقين وعضو لجنه تخطيط للكره بالنادي الاهلي ومدير اكاديميات النادي الاهلي، بنقول له كل سنه وهو طيب. سريعا عايز قبل ما ادخل